ديتوكس الكورتيزول بيحتوي على الموز، الشاي الأخضر، مكسرات، شوكولا داكنة، أفوكادو. حكي لنا كمان شو الأمور اللي بيحتويها هاي النظام الغذائي. الكورتيزول ديتوكس بات شائعا الفترة الأخيرة أو أصبح ترند الفترة الأخيرة، وتكلمت عنه كثير على مواقع التواصل الاجتماعي. ليه مهم إن إحنا نتبع حمية غذائية تقلل من التوتر والقلق؟ إحنا كلنا بنتعرض للتوتر والقلق، فلازم نبتدي نخفف على الصعيد الآخر، مثلا زي النظام الغذائي لما بيحتوي على مضادات أكسدة زي الشاي الأخضر، الشوكولاتة الداكنة، والأفوكادو، الأوميجا 3 والبروبيوتيك بالأخص. ده بيساعد الشخص أنه هو يتخلص من الزيادة المبالغ فيها في إفراز هرمون الكورتيزول. وكمان مش بس الأكل، يعني كمان لازم نبتدي نتبع رياضة بس مش بإفراط، لأنه ده ممكن برضو يسبب توتر للجسم أو ستريس على الجسم. والنوم، كواليتي النوم أو جودة النوم لو اهتمينا بيها، ده برضو بيقلل من الكورتيزول ليفل في الجسم. وطبعا كلنا لما مش بنبقى نايمين كويس بنبقى جايين الشغل متوترين بالضبط، ما هي العلاقه وده بسبب هرمون الكورتيزول. على فكره هو بيبقى في اعلى مستوياته في الصباح.